جماهير الاهلي الحقيقه ومعاها كل الحق التدعيم. انا عندي كاس عالم، عندي بطوله صعبه، وبالتالي عايزين لعيبه. لكنه البعض ايضا غاضب يقول لي ما هو انت ليه دايما بتقول يناير القماشه شويه مش واسعه؟ دي وجهه نظري، ممكن تكون وجهه نظر خاطئه يعني، لكن هل هذا يؤكد انه الاهلي مصمم على الدعم ومصمم على الظهور بمظهر جيد في كاس العالم، ولا الافضل انك بتركز في بطوله عندك بعد 3 ايام مباراه مهمه جدا، واذا ربنا وفقك يبقى عندك مباراه اهم بعدها؟ شوف يا كابتن، المجلس الحالي بقياده الكابتن محمود الخطيب حط على نفسه معيار عالمي. نعم. انه خد النادي الاهلي حرفيا لمرحله مختلفه تماما، بقناعات مختلفه تماما. وخليني هقول لك على مثال الذكر كده، رد الفعل. نعم. احنا بنجيب الجماهير وهي بتحتفي بالنادي الاهلي ورايح يلعب انتر كونتيننتال. ايوه. في 2008 كانت الجماهير بتحتفي في مطار القاهره بالنادي الاهلي وهو سادس الدوري. نعم. احنا وصلنا يا كابتن مع المجلس الحالي الفتره الاخيره ان البرونزيه لم تعد الهدف. نعم. واننا عايزين نسعى للبطوله، وان احنا عايزين نسعى للنهائي. ده نجاح للمجلس. نعم. ونجاح ملموس، ولكن الحفاظ على النجاح بيتطلب جهد شاق جدا. فالنهارده لما النادي الاهلي يطلب بشكل رسمي من الاتحاد المصري فتح الاستثناء من 1 ل 10 يونيو، فواضح جدا ان هناك خارطه طريق للنادي. نعم. الاهلي تعدل كاس العالم للانديه بشكل مختلف. لان الحقيقه انت وقعت في مجموعه ايضا وضعت عليك احتمالات باسم النادي الاهلي كبيره للصعود. نعم. ليه ما تحلمش؟ صح. انت ما وقعتش مع ريال مدريد واليوفي في مجموعه واحده، فهتقدر تقول الدنيا صعبه، مع كامل احترامي وتقديري. نعم. ان احنا واقعين في مجموعه صعبه جدا. طبعا. مفيش مجموعه في كاس العالم للانديه قليله، انت بتلعب بورتو 350 مليون يورو قيمه سوقيه، بتلعب بالميراس 210 مليون يورو، انت بتلعب انتر ميامي حتى اللحظه دي 96 مليون يورو، ولسه فاتحين باب تعاقدات مشوا 7. نعم. وباقي 18 هيكملوا 26 من اوروبا. نعم. فانت رايح في منافسه صعبه جدا. الجميع عنده هدف الصعود. بل ربما فريق ميسي عنده هدف التتويج طبعا بالبطوله، وبالتالي انت داخل في بطوله صعبه جدا، وبالتالي لازم اسم النادي الاهلي يظهر بما يليق بقيمه النادي الاهلي افريقيا وقاريا. حلو. وعندنا دايما طموحات ان انت تقدر تعمل حتى لو مستحيل. عشان كده دعم مهم جدا. انا وجهه نظري تقسم على فترتين. من وجهه نظري فتره يناير ما ينفعش اعدي فتره يناير، وفي نفس الوقت فتره نهايه الموسم اللي ممكن يكون التنسيق بادئ فيها من يناير. حلو. اللي ممكن يكون التنسيق بادئ فيها من يناير، هل تقدر تحدد لي لعيبه مطلوبه، ولا تقدر تتكلم في اطار عام؟ في اكتر من وجهه نظر. كابتن محسن صالح قال احنا عندنا سكواد كويس وعندنا لعيبه كويس، بس نوظفهم بشكل كويس. ماشي. رجع سالته تاني قال لي انا محتاج مساك، محتاج راس حربه، محتاج واحد في وسط الملعب، ولو اني عندي اشرف داري مع ياسر مع رامي وسام راس حربه، اكرم توفيق، مروان عطيه، امام عاشور، محمد مجدي، قفشه. لو عايز تقول مراكز قول مراكز، لو عايز تتكلم في العموم، لكنه ما هو المطلوب من الاهلي اداره، من الاهلي جمهور، من الاهلي لاعبين، من الاهلي جهاز فني، لانه ده مهم جدا. طبعا. طيب خلينا اتكلم يمكن بشكل عام شويه، لسبب ان احنا داخلين على ظرف مباراه بوتافوجو او باتشوكا، فهراع الظرف ده شويه في الكلام عن المراكز. عايز بوتافوجو ولا باتشوكا؟ عايز باتشوكا، بس اللي هيكسب بوتافوجو. وانت عايز مين؟ هادي فاكر يا كابتن. باتشوكا طبعا، بس اللي هيكسب برضه بوتافوجو. بوتافوجو يعني بص، كره القدم طبعا تحتمل مفاجآت، لكن ماشي. بوتافوجو لا، فريق قوي ومرعب. رهنا بقى ان بوتافوجو نشوه الفوز بالدوري البرازيلي بعد 24 سنه، واول تاريخ. مش نشوه، دول ولاد لذيذه، دول مش نشوه. اتمنى حاجه ان تصل المباراه ل 120 دقيقه. القلق الوحيد، انا بقيت اتابع بقى صفحه بوتافوجو وجماهيرهم. القلق الوحيد اللي عند جماهير بوتافوجو هي فكره الارهاق. نعم. فنتمنى يوصلوا 120 دقيقه. ماشي. نروح بقى لفكره التدعيمات، وماذا هو مطلوب من النادي الاهلي عشان يكون متواجد بشكل جيد في كاس العالم للانديه في امريكا. طيب انا بشوف ان المجموعه بعكس اللي كتير جدا من الناس شافته ان هي سهله، انا مش بتكلم في المجموعه صعبه، انت وسط افضل 32 فريق في تصنيفاتهم في اي مجموعه تبقى صعبه. نعم. انما انا بتكلم في نقطه تانية، المجموعه دي بالاختيارات دي حطت على النادي الاهلي شكل من اشكال الضغط. بمعنى انت ممكن في شكل من الاشكال او مجموعه من المجموعات لو موجود مع اليوفي مع الريال كنت تقدر تقول انا رايح للمتعه. او التارجت بعيد قوي. نعم. ولكن احنا لازم نحط ظرف في اعتبارنا، ف
فريق بورتو فريق كبير، ولكن انت فزت على الهلال السعودي. وليه هتقول لي الهلال السعودي؟ هقول لك لان الهلال السعودي واتحاد جده، تحديدا اتحاد جده، كانت بقيمه سوقيه طبعا، ما كانت مقاربه. نعم. وعندك نتائج لفرق زي بورتو مع بعض المباريات بتكون فيها اخفاقات. طب هنروح لفريق تاني زي بالميراس، فريق كبير جدا له تاريخه في قاره امريكا الجنوبيه، ولكن انت نفسك كنادي اهلي بتاريخك وعراقتك انت اللي زرعت عند المشجع بتاعك ان انت قادر تكسبه. ما هو ما تجيش بقى تحط فيا ثقافه ان انا النادي الاهلي اللي بكسب مونتريه وبكسب الهلال السعودي وبكسب اتحاد جده وبكسب بالميراس، وتيجي تقول لي دلوقتي ان المجموعه صعبه. فانا بشوف ان انت اللي حطيت فيا كمشجع اهلاوي وكاعلام اهلاوي ثقافه ان انا قادر اكسب بالميراس. نعم. واذا عندك فريق زي انتر ميامي، انت بتتعامل ان فرق كتير جدا لعبت فيها نجوم، وقابلت فرق كبيره جدا كانت عندها انتدابات قويه وقدرت تعبر. فاذا المجموعه دي على الورق هي مجموعه صعبه، ولكن حطت عليك ضغوط ان احتماليه حتى اللعب على البطاقه الترشح الثانيه موجوده. نعم. طب هنيجي نروح لحاجه ثانيه، انت كنادي اهلي في ثقافتك بتقبل فكره التمثيل المشرف؟ لا خلاص خلصت دي، مش عندنا. نعم. وخصوصا مع مجلس الاداره الحالي. ممكن. نعم. وده حقيقي. نعم. مع مجلس الاداره الحالي انت لا تقبل ثقافه التمثيل المشرف، انت بتروح تلعب في اي بطوله على اللقب. نعم. فبالتالي ده عبء على مجلس الاداره نفسه، ان هو لازم هيشتغل على طموح جمهوره اللي هو زرعه جواه. نيجي هنا نقول النادي الاهلي محتاج ايه؟ النادي الاهلي محتاج رفع كفاءه السكواد، ودي جمله بنقولها من بدايه الموسم، رفع كفاءه السكواد بمعنى ان انت يكون عندك في كل مركز اللعيبه اللي بتحل لك مشكله. نعم. انا عندي دلوقتي اسامه ابو علي محتاج له كاولويه لا تقبل الجدل بالنسبه لي، ان يكون معاه راس حربه. وانا ضد نظريه اصل احنا نجيب راس حربه يكون ستاند باي لوسام ما يكونش بينافس وسام. لا، انا اجيب راس حربه بينافس وسام، لان السكواد بتاعي مركز المهاجم الصريح فيه ما فيهوش العدد ده، ما فيهوش التنوع ده. انت بتوظف كهربا او طاهر في غير مركزهم، حتى لو بيلعبوه كتير، حتى لو كهربا لعبوا كتير. فبالتالي انا هنا عندي نقص نوعي مش رفاهيه. عندي الاجنحه اللي لازم ادخل بيها البطوله. كابتن شوبير اسهل الموضوع، سهل. احنا لازم ندخل بالخمسه الاجانب، الخمسه الاجانب يكونوا في ارض الملعب اساسيين. حلو حلو حلو. ما عنديش رفاهيه ان واحد يبقى عشرة على عشرة.